الله بالخير مشاهدينا الكرام، أعزائي الأطفال، صباح مشرق وجميل من صباحات العمان، من صباحات عمان الرائعة، صباح ملؤه التفاؤل والعزيمة لبناء هذا الوطن الغالي. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الجدي والنشاط، صباح الإشراق والضياء، صباح الطموح والإنجاز لأحلى وطن، صباح الخير لإنسان عمان الأبي. صباح عطر مغلف بأريج الورود والياسمين نبعثه لكم أينما كنتم أصدقاء الأطفال، تتابعون بث تلفزيون سلطنة عمان عبر برنامجكم أطفالنا. كل الود والتحية لكم أحبائي المشاهدين، ونسعد برفقتكم معنا على مدار هذه الساعة مع فقرات جديدة ومتنوعة وشيقة، نتمنى أن تنال على إعجابكم، فأهلا بكم. أرحب بكم أصدقائي الأطفال من جديد في برنامجكم أطفالنا، وإحنا أكيد سعيدين بهذا التواصل معكم عبر برنامجكم الجميل. ومثل ما ذكرنا طبعا في الحلقة الماضية عن موضوع برنامجنا، واللي هو راح يكون عن العلم العماني وأهميته كرمز للولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي. راح يكون معنا أكيد مجموعة من الأطفال والضيوف، راح نسولف معاهم وندردش حول هذا الموضوع. كذلك أصدقائي، من ضمن فقرات البرنامج فقرة كتابي جليسي، وفي هذه الفقرة رح نتطرق إلى كتاب معين نعرض فيه أهم المعلومات والأبواب والفصول، وأيضا من ضمن فقرات البرنامج فقرة كلماتك تصنع حياتك، في هذه الفقرة رح نطرح موضوع معين أو عبارة أو شعار إيجابي على مجموعة من الطلبة أو طلاب المدارس، ورح نتعرف على آرائهم وردودهم حول هذه العبارة، بالإضافة إلى فقرة المستهلك الصغير اللي راح نقدم من خلالها رسائل توعوية استهلاكية. وطبعا معنا اليوم مجموعة من المواهب، مجموعة من الأطفال في فقرة المواهب. ولا تنسوا أصدقائي مشاركتكم معنا عبر صفحات البرنامج الفيسبوك وتويتر والإنستغرام، وتعطونا آراءكم ومقترحاتكم حول مواضيع البرنامج. أصدقائي، فاصل وخليكم معنا.
لكم أصدقائي الأطفال من بعد هالفاصل، وطبعا من ضمن فقرات برنامجنا الجديدة واللي ذكرناكم طبعا راح يكون معنا فقرات جميلة ومميزة من خلال برنامجنا، فقرة كتابي جليسي واللي راح يتم فيها تقديم كتاب معين في كل حلقة ونتناول مواضيع هذا الكتاب ونعرف أصدقائي الأطفال حول هذا الموضوع وحول محتويات الكتاب. بثينة، الحين راح أسألك سؤال، تحبي القراءة؟ أكيد أحب القراءة. أها، وإيش الكتب اللي تحبي تقرأيها؟ أحب الكتب اللي تعني عن الشخصية، مثل كتاب الشخصية المغناطيسية. تحب الكتب اللي ممكن يعني تغير في مجرى حياتك، وإحنا لازم أصدقاء الأطفال نختار الكتب اللي أكيد تعطينا المعلومات الجميلة وتعود لنا بالفائدة. أكيد أنا شوقتكم لهذه الفقرة، فخلونا الحين نتابع الفقرة أنا وأنتم مع بعض. استفدت من الكتاب متابعة موضوع القراءة بالإصبع. استفدت من الكتاب الانتباه، وأن أحصل على معلومات بشكل سليم، وأن أؤكد لنفسي أنك قادر على التذكر وتطور رغبتك في الموضوع. استفدت أن أقرأ وأذاكر عندما يكون عندي اختبار، وأذاكر قبل أن أذهب إلى المدرسة. استفدت من الكتاب أن أعرف نفسي وأثق بالنفس، وأن واصل التميز. استفدت من الكتاب أن أختار الصديق المناسب. أقرأ وأفهم وليس أحفظ. وأيضا أحاول أن أكون مبدعا. في وقت الاختبار أقرأ ورقة الاختبار وأكون مرتاحا مطمئنا. أتناول وجبتي بذكاء، المواظبة على الدراسة، وضع جدول دراسي لنفسي، أجلس في مكان مناسب للدراسة، وأضع هدفاً أسعى لتحقيق في المستقبل. استفدت أن أنمي مهارتي وأحاول حل مشكلات الشخصية وأكون صبوراً. كتاب أسرار النجاح الذي بين أيدينا اليوم لمؤلف محمد سعيد لباس، كتاب قيم جداً، فيه فصول تحتوي على التنمية الذاتية لكل طالب أراد النجاح والتفوق سواء كان في الحياة الدراسية أو في الحياة بشكل عام. احتوى على عدة فصول بإمكان الطالب لو قرأ هذه الفصول الدراسية وتعمق فيها وقرأها قراءة متأنية إن شاء الله يصل إلى النجاح والتفوق العلمي بإذن الله. احتوى على بعض الفصول، أذكر على سبيل المثال مثلا القراءة المتأنية وأساليبها، كيفية إعداد خطة دراسية للطالب يمشي عليها، الأساليب التي تقود النجاح الفعلي في الحياة. أعزز نفسي دائما بقولي أنا قارئ جيد. وأيضا استخدام طريقة التكرار. بإمكان أيضا ولي الأمر يساعد ابنه على القراءة، مثلا يحضر كتاب معين، اليوم اشترينا هذا الكتاب يا أبنائي يلا نقرأ فيه، إيش المواضيع اللي تحتويه، لخص لي، ممكن حتى يعززه إني أنا لو لخصت لي أو لو تحدثت هذا الكتاب على إيش يحتوي اليوم نطلع رحلة، أو ممكن أهديك شيء معين، ممكن تشتري حاجة أنت خاطرك فيها، وبهذا تتعزز القراءة لدى الطالب ويدفعه لأنه يقرأ المزيد ليحصل على المعلومات من جانب، وأيضا يحصل على دافعية وتعزيز من الوالدين. أيضا بإمكان المدرسة أنها تنمي هذا الشيء من خلال مركز مصادر التعلم، مسابقات اللي تطرحها، الإعلان عن الكتب الجديدة اللي تصل إلى مركز مصادر التعلم. أنصح كل ولي أمر،
كل أم، كل مربية أن تدعم مكتبتها المنزلية بكتاب أسرار النجاح الدراسي، ليس فقط حصراً وحكراً على هذا الكتاب، وإنما بجميع الكتب التي تؤدي إلى التنمية الذاتية لطلابها، لأبنائها، لمجتمعها أيضاً. في عندنا كتب مشهورة تؤدي للطالب أنه يتنمى ذاتياً ويستخدم أساليب فعالة جديدة، سواء في المذاكرة، في التحدث أمام الآخرين، استعداد لمقابلات شخصية وغيرها. والمجالات تسعدني أنا أذكر هذه الكتب وهذه المؤلفات. جديد أصدقائي الأطفال وفقرات برنامجنا الجديدة. أصدقائي، رفع العلم العماني لأول مرة في 18 من شوال عام 1319 هجرية الموافق 17 من ديسمبر لعام 1970. والعلم العماني مستطيل الشكل، يتكون من وحدة عمودية بالجانب السارية وثلاث وحدات تمتد أفقيا من الوحدة العمودية، ويوجد في الزاوية العليا من الثلث العمودي الأحمر المحاذي للسارية شعار الدولة باللون الأبيض، المكون من سيفين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني. أما الوحدات الأفقية أصدقائي بتتكون من ثلاثة ألوان، اللون الأول اللون الأبيض الذي يوجد في الأعلى، وبعدها اللون الأحمر في الأوسط، واللون الأخضر في الأسفل. معنا اليوم في الاستديو مجموعة من الأطفال اللي راح يعرفونا عن طبعا عن العلم العماني وإيش يعني لهم. طبعا هذه الحلقة جميلة جدا ومهمة لكل إنسان عماني، لأن العلم العماني يمثل شخصيتنا ويمثل جنسيتنا ويمثل انتمائنا لهذا الوطن الغالي. طبعا معنا ولد حبوب وبطل جاي لابس ملابس الكشافة، معنا عزان. صح عزان، عرفني على اسمك، يلا قول اسمك الكامل. عزان بن عدنان بلوشي. والنعم فيكم. معانا ايضا طفله جميله دارين، صح؟ يلا عرفينا على اسمك. اسمي دارين علي الصوافي. دارين، انا واجد حبيت اسمك، ايش معناته؟ المسك. المسك، حلو. وايضا معانا طفله جميله حوراء، يلا حوراء عرفينا، شوفي على الكاميرا وعرفينا على اسمك. حوراء بنت سيف سعيد حامل المسكره. والنعم فيكم. معانا الرسامه الجميله اللي ان شاء الله راح يكون لها مستقبل واعد، معانا زينه. تفضلي يا زينة، عارفين على نفسك؟ زينة بنت ناصر بن محمد المنظرية. زينة، أنا شايفة عندك لوحة جميلة وراح ترسمينا يعني شيء يعبر عن وطنيتنا، إيش هو؟ العلم. العلم العماني. زين، طبعاً أنت تحب الرسم، من متى بدت معك هذه الموهبة؟ منذ الصغر. منذ كنت صغيرة، من كنت في الروضة، وبعدين صعدتي ويعني كونتي هذه الموهبة الجميلة. طيب أنت يعني لما تشوف العلم العماني بألوانه الجميلة، إيش تحسي في المدرسة؟ أحس بالفخر وبالعزة وبالكرامة ولأنني عمانية وبالانتماء طبعا لهذا الوطن الغالي. يلا بثينا، أنا راح أخليك ترسمي هذا العلم الجميل وأبيك تبدعي، زين؟ وننتقل الحين، أخلي بثينا وننتقل للأطفال اللي معانا. زينة. زينة. أيوة. عفوا، وننتقل للأطفال اللي معانا. طبعا معانا الحين عزان. عزان، أنت يعني مشترك في الكشافة صحيح؟ وأكيد تحيي العلم كل صباح، صح؟ نعم. إنزين، لما تحيي العلم يعني إيش يقولوا لك أصدقائك عن هذا العلم؟ كيف تحيي يعني؟ أحيي بصوت العالي. يلا، أريدك تقوم الحين وتحيين العلم قدام أصدقائنا الأطفال. يلا. تحية العلم، انتباه. تحية سلطنات عمان حرة. تحية سلطنات عمان حرة. تحيا سلطنات عمان حرة، يعيد جلالة سلطان قابوس المعظم، يعيد جلالة سلطان قابوس المعظم، يعيد جلالة سلطان قابوس المعظم. أشكرك، ما شاء الله عليك، عندك موهبة جميلة، تفضل. دارين حبيبتي، أريد أسألك سؤال محيرني. تعرفي أنا حين عرفت أن العلم العماني يتكون من اللون الأبيض والأحمر والأخضر، صح؟ زين، خبريني اللون الأبيض يدل على شو؟ السلام والرخاء. السلام والرخاء. طيب اللون الأحمر؟ المعارك الذي خاضها العمانيون سابقا. والكفاح بعد. أوكي، واللون الأخضر؟ خضار أشجار
عمان، خضارة أشجار عمان. الحمد لله رب العالمين على النعمة اللي عطنا إياها رب العالمين في أرضنا عمان الحبيبة. طيب حبيبتي حوراء، حوراء أنت لما تسمعي السلام السلطاني ولما يعني تكوني في المدرسة أو يعني تسمعي السلام السلطاني لما يأدوه، كيف تأدي؟ تأدي يعني بأنك بترقدي كي ولا تأدي بكل ثقة وكل جمود وكل ولاء للوطن؟ كل ثقة، كل ثقة وجمود ولاء للوطن. طيب العلم العماني وين ينرفع؟ الدوائر والمؤسسات الحكومية. الدوائر والمؤسسات الحكومية. طيب لما تحيوا العلم العماني تحيات سلطنة عمان حرة مثل ما قال عزان، بايش تحسوا؟ ايش الشعور اللي تحسوا بداخلكم؟ عزان جاوبني. احس بالفخر والكرامة والعزة. والعزة بالضبط، والعزة الوطن الغالي. طبعا عزان انتو يعني واصدقائك في الكشافة اكيد يعني تحثهم على تحية العلم بحماس وقوة، صحيح؟ صحيح. واللي ما يحيي العلم بكل حماس يعني وما يشوف على العلم لما يحيي، ايش تقول له؟ ها؟ اقول له تعال حي العلم معانا. تقول له تعال حي العلم معانا، ولازم تكون نشيط ويعني بكل حيوية، صح؟ صح. انزين انت عندك قصيدة جميلة، صح؟ نعم. يلا تلقى القصيدة تفضل وانت جالس. يلا. أحب العلم وصوت العلم وتسمو روحي لأمجاده، أحب النشيد وصوت العلم وصوت الوطن وتسمع أذني لأحفاده، ويرفرف خفاقا ويأتي الجديد. أيوة. وصوت ينادي بلحن القصيد. ممتاز، ما شاء الله عليك. هذا نشيد، صح؟ هذا نشيد، صحيح؟ ما شاء الله عليك انت. معانا دارين عندي قصيده جميله، وانا يعني قبل الحلقه قلت لي انك عندك موهبه جميله وكذا وراح تلقي بحماس، صح؟ يلا تفضلي. يا إمام المجد يا رمز الشموخ، يا شموخ يرتقي فوق السحاب، شعبك المغوار شعبك المغوار، شبان وشيوخ من شموخك زلزلا كل الصعاب، والشدايد والشدايد كلها ترضخ رضوخ، تنحني قدام شعب ما يهاب، تنبسط تنبسط بالعز له كل الدروب، قدوته قابوس شهم ما يعاب، سيد التاريخ سلطان القلوب، قايد قايد له تنحني كل الرقاب، شوف شعبه شوف شعبه غير عن كل الشعوب، مخلصين العهد له شيب وشباب، دام فينا والد دايم حنون، لا حشا للشده ما نحسب حساب، لو يثور الكون احسان وشجون في حما قابوس كل العيش طاب، كل صعب يا جماعه به يهون، ينفتح للفرج مليون باب، انت سلطان القلوب سلطان القلوب. الله يحفظك. طبعا هذه تحيه اكيد لك يا دارين، ما شاء الله عندك موهبه جميله والقاء جميل. طيب دارين وانت تلقي هذه القصائد الجميله عن العلم العماني وعن عمان وعن بابا قابوس الله يحفظه ان شاء الله، ايش تحسي؟ بالفخر. بالفخر، صح؟ وتحسي انك يعني جالسه تعبري عن حبك لوطنك عمان، صحيح؟ صحيح. طيب دارين ممكن تسمعيني عشان خاطري قصيده ثانيه؟ يلا تسمع قصيده ثانيه. علمك علمك فخر وانتماء، بلونه الأحمر المعارك والدماء، وبلونه الأبيض السلام والرخاء، والأخضر أشجارك الغناء، شعارك سيفين وخنجر، بالورد والريحان يزهر، وبألوان علم بلادي كل الخلائق تذهل. ما شاء الله، يعني أعطيتيني قصيدة عشان العلم. وهذه شكرا. القصيدة من تأليفي. الله يخليك حبيبتي، وإن شاء الله الدوم إن شاء الله للأمام. طبعا دارين أنت عندك موهبة جميلة، موهبة الإلقاء، وتكلمتي عن العلم العماني، طبعا تكلمتي عن اللون الأحمر واللون الأبيض واللون الأخضر، ما شاء الله عليك. الحين معنا حوراء. حوراء إيش حابة تقدمي لنا؟ حابة أقدم لكم أعمال. أعمال؟ مثل إيش يعني؟ علم عمان. علم؟ أها، أنت يعني تحب ترسمي وكذا؟ إنزين، إيش من إيش يتكون علم عمان؟
من 3 ألوان الأبيض والأحمر والأخضر. أها، وطبعا أنتي سبعتي صديقتنا دارين لما كانت تقول إيش معنى هذه الألوان، صحيح؟ إنزين، أنتي يعني لما تحيي العلم بصوت عالي وجميل إيش تحسي؟ أحس نحب الوطن والفخر والعزة والكرامة. تحسي بالوطنية صحيح، وتحسي لأنك أنت تنتمي لهذه الأرض الطاهرة ولي تنتمي لعمان صحيح؟ نعم. إنزين، طيب حوراء أنا أشكرك على هذه الموهبة الجميلة. طبعا كلكم عندكم مواهب جميلة، وأيضا صديقتنا زينة. زينة بقطع عليك شوية، معلش أنت الحين جالسة ترسمي العلم، يمكن أنا ما أشوفه لكن أكيد راح تبدع فيه. يعني إيش توجه رسالة حق أصدقائنا الأطفال عشان يعني يحيوا العلم وينتموا لهذا البلاد، إيش تقولي لهم؟ أنهم يعني يحترموا يوم يحيوا العلم ويحترموا العلم. أها، الحين أنا أشكركم، أشكر طبعا أصدقائنا اللي معانا اللي في الكشافة، وأشكرك دارين، وأشكرك أيضا حوراء. طبعا أنت راح تكملي أكيد يا زينة صحيح؟ إذا أصدقائي الأطفال راح نطلع فاصل الحين، وبعد العودة فابقوا معنا. مجد وسؤدد، العلم هو رأية شامخة تسمو بمجد الوطن، العلم هو مجد وطن وشموخ قائد وأصالة الشعب. تم اعتماد العلم العماني في عهد جلالة السلطان المفدى، ورفع خفاقا لأول مرة في 17 من شهر ديسمبر لعام 1970. العلم العماني مستطيل الشكل، يتكون من وحدة عمودية بجانب السارية، وثلاث وحدات تمتد أفقيا من الوحدة العمودية، ويوجد في الزاوية العليا من الثلث العمودي الأحمر المحاذي للسارية. يتكون علم بلاد عمان من 3 ألوان الأحمر والأخضر والأبيض. أنا أحب بلاد عمان. اللون الأبيض يدل على الرخاء والنماء في أرضنا عمان الحبيبة. اللون الأحمر هو اللون السائد في العلم والدليل على الكفاح. اللون الأخضر هو الدليل على الخصب والنماء والزراعة في بلادنا عمان الحبيبة. أما شعار الدولة فيتكون من سيفين عمانيين تقليديين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني فيرتكز في الربع الأعلى القريب من السارية، وقد تم استخدامه كشعار في منتصف القرن 18. الشعب العماني شعب مكافح استطاع طرد الغزو الأجنبي من البلاد. خذ من بلاد الحور حسن ونظر وزين، خذ من بلادي نور عز وكرم ودين. خذ من بلاد الحور حسن ونظر وزين، خذ من بلادي نور عز وكرم ودين. We'll be right back.
العودة من جديد لكم أصدقائي الأطفال مع فقراتنا، فقرات برنامج أطفالنا. وطبعا أصدقائي الأطفال لا تنسوا طبعا ترسلون تعليقاتكم وكل مشاركاتكم عبر صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستغرام. الحين وصلنا إلى فقرة المستهلك الصغير مع صديقتي رزان البلوشية، نتابعها مع بعض بعدها العودة. صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أصدقاء الأطفال، نرحب بكم في فقرة المستهلك الصغير، وأجمل التحايا نبعثها لكم من هنا من معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2014، فأهلا بكم. صديقه إلى معرض كومكس 2014 ميلاد والمقام بمركز عمان الدولي للمعارض، وفور وصوله مباشرة قام خالد بشراء جهاز حاسوب أغراه سعره المنخفض وهاتف ذكي أعجبه شكله والعروض الترويجية له، فغضب صديقه عليه واستاء من تصرفه وقال له أن المستهلك الذكي لا يقوم بهذا التصرف، كما أن المستهلك الذكي أسراراً عدة إذا طبقها استحق أن يطلق عليه مستهلك ذكي. فمن هو المستهلك الذكي أحبائي؟ وهل تعرفون ما هي أسرار المستهلك الذكي؟ يكون المشتري ذكي عندما يشتري الأشياء التي يحتاجها وليس بالكثير منها. يكون المستهلك ذكي عند ذهابه للتسوق يرى تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. يكون المستهلك ذكي عندما يتحقق من تاريخ الصلاحية أو تاريخ الانتهاء الذي يوجد على العلبة، وعندما يختار الجودة التي تناسبه. المستهلك يجب أن يكون ذكياً في إعداد لائحة تتضمن كل احتياجاته، التأكد من الأسعار إذا كانت أسعار مناسبة أو أسعار باهظة، والتأكد من تاريخ الصلاحية تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. عندما يعلم حاجياته الضرورية والتي هي يحتاج إليها يعني بشكل ضروري جدا، أيضا أن يرى الأسعار إذا كانت مناسبة أو مبالغ فيها. يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء حتى نعرف متى اشترينا أو ذهبنا للتسوق. لما نذهب إلى المتجر يجب علينا التحقق من الفاتورة بعد أن نعود، وقد يسمح لنا بإرجاع الفاتورة خلال يوم أو يومان فقط. إذا لم يعد الفرد لائحة الاحتياجات الخاصة بهم، فقد يشتري أشياء هو ليس بحاجة إليها، أو قد تكون أشياء غير نافعة له. على المستهلك أن يعلم حاجياته الضرورية وقبل الذهاب إلى التسوق، أيضا عليه أن يتحقق من تاريخ صلاحية المنتج قبل شرائه.
لقاءات أصدقائي حول موقف اليوم، نقول إنه كان ينبغي على صديقنا خالد تجنب الاستهلاك المظهري وعدم الاستعجال في الشراء، فالمستهلك الذكي هو الذي يراعي مبدأ الرشد والعقلانية والاعتدال، ولا يقع فريسة للتلاعب أو الاستغلال. مشاركاتكم الجميلة وتفاعلكم الرائع على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلتنا العديد من مشاركاتكم المميزة. دعونا الآن نستعرض أبرز هذه المشاركات على الشاشة. وأولى المشاركات أصدقائي وصلتنا من هود بن جمعة بن حميد الريامي، وعبارته تقول: من أسرار المستهلك الذكي عدم الإسراف وعدم التبذير. ومشاركة أخرى تقول: سر المستهلك الذكي أن يوفر ماله فيما يحتاجه ويصرفه عند الحاجة. وصلتنا هذه العبارة من ماجد العميري. ومشاركة أخرى من عزان بن أحمد العبري تقول: أسرار المستهلك الذكي لا يشتري من الباعة المتجولون ويفحص المنتج قبل الشراء، ولا يصدق الإعلانات المغشوشة ويشتري المنتج الأصلي ويحرص على طلب فاتورة الشراء. ومشاركة أخرى وصلتنا أصدقائي من زيان النبهانية تقول: اختر، دقق، اشتري كمستهلك، كن كما ينبغي، اعرف حقوقك وانتقي، خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود. هذه عبارة محمد الهنائي. ومشاركة أخرى من عبد الملك الهنائي تقول: المستهلك الذكي يكون بعيداً عن الخدع الإعلانية ويختار استهلاكه بيده لصحة أسرته. أما العبارة التي استحقت أن تكون كأفضل عبارة توعوية إرشادية عن أسرار المستهلك الذكي فهي: اختر، دقق، اشتري كمستهلك، كن كما ينبغي، اعرف حقوقك وانتقي. أرسلتها لنا زيانة النبهانية. مبروك، لقد فزت معنا بأربعين ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة لحماية المستهلك. ختاماً أحبائي نقول: كن مستهلكاً ذكياً باتباع طرق وأساليب الاستهلاك الصحيحة، ودمتم بألف خير. عدت لكم من جديد أصدقائي الأطفال، طبعا بعد ما شاهدنا فقرة المستهلك الصغير مع صديقتي طبعا رزان البلوشية، وصلنا الآن إلى طبعا معنا في الاستوديو مجموعة من الأطفال عندهم موهبة الإلقاء. إيش رأيك بوثينة تعرفيهم؟ أول شيء معنا مريم ومعنا عبد السلام. طبعا مريم عارفيني على اسمك بالكامل؟ مريم محمد ناصر رحبي. يا هلا والله. وعبد السلام؟ عبد السلام ناصر حمص الشيابي. يا هلا والله بعبد السلام. مريم عندك طبعا موهبة الإلقاء. مريم انت بداية كم عمرك؟ 10 سنوات. بأي صف؟
الرابع. صف الرابع الابتدائي صحيح؟ طيب مريم انت من متى بدت معاكي هذه الموهبة؟ من الصف الثاني. من الصف الثاني بديتي يعني تقرأي القصائد وتحاولي انك تلقيها صحيح؟ ومتى تلقي هذه القصائد؟ في المدارس. في المدرسة يعني في الإذاعة وفي الحفلات صح؟ زين يعني انت دائما تحبي انك تقرأي القصائد عشان تتعلمي منها اللغة العربية وكيف انك يعني تلقيها بطريقة صحيحة صح؟ وانت محضرت لنا اليوم قصيدة جميلة، بس خلينا الحين ننتقل لعبد السلام. عبد السلام انا ارحب فيك. بداية انت اي صف؟ رابع. صف الرابع نفس مريم صح؟ وعندك موهبة الإلقاء. طيب يعني من اللي ساعدك عشان انت يعني تحاول تقرأ القصائد وتلقيها بطريقة جميلة؟ أهلي وأسرتي والمدرسة. يعني كلهم دعموك وعطوك الدعم المعنوي عشان انك انت تلقي القصائد بطريقة جميلة صحيح؟ طيب عبد السلام في المدرسة تقعد تلقي قصائد وكذي في الإذاعة وكذا يعني؟ نعم. محضرنا شيء من القصائد اللي بتقولنا اياها اليوم؟ نعم. اوكي نريد نسمع منك اول قصيده حلوه. وانك لعلى خلق عظيم، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الايام، هتفت لك الارواح من اشواقها، وزينت بحديثك الاقلام. ما احسن الاسم والمسمى، ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في سورة عما، إذا ذكرته هلت بذكره الكواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب، وكنت إذا مشتد بالشوق والهوى، وكادت من الصبر الجميل تفطم، وعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وألزمها لكنها تتوهم، المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء، والملة السمحاء، والحنيفية البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المنضود، وهو المذكور في التوراة والإنجيل، والصاحب العزة والتمجيد، والمؤيد بجبريل، خادم الأنبياء، وصاحب صفة الأولياء، إمام الصالحين، وقدوة المفلحين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا قصارى ما يطلبه سادات الدنيا، قصور مشيدة، وأساكر ترفع الولاء مؤيدة، وخيول مسومة في ملكهم مقيدة، وقناطير مقنطرة. أما محمد عليه الصلاة والسلام فغاية مطلوبه ونهاية مرغوبه، أن يعبد الله فلا يشرك معه أحد، إنه فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إن البرية يوم مبعث أحمد، نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز وكثرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا أرضاه تعالى. ماذا أقول في النبي الرسول؟ ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبر المنير يا قمر السماء؟ أم أقول للشمس أهلي يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟ أسلك ما حيث ما سلك، فإن سنته سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلى عنها هلك. هذا هو النور المبارك يا من أبصر، هذا هو الحق القائم يا من أدبر، هذا هو الذي أنذر وأعذر، وبشر وحذر، وسهل ويسر. طبعا على نبينا محمد الصلاة والسلام، ما شاء الله عليك إن أنت عندك فن الإلقاء والخطابة صحيح؟ عبد السلام زين من اللي كان يدربك؟ يعني أكثر شيء تحسه كان واقف معاك ويدربك غير أسرتك؟ أمي. أمك؟ طبعا أمك الله يخليها طبعا كانت تدربك على الخطابة والإلقاء ونطق الكلمات بشكل صحيح صح؟ ما شاء الله عليك عندك موهبة جميلة. وأيضا مريم أنت عندك موهبة الإلقاء، إيش بحضرتنا اليوم؟ نشيد. نشيد؟ عندك أيضا موهبة الإنشاء، يلا تفضلي. إما يا نبع الحنان ويعطي الروح المكان، الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون، ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك،
يمه من سواك ولا بد غيرك يهون، شفتك تسوى كثير والله اني لك يسير، حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون، ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي، يا بلسم شفاي يا حبك للجنون، يما يما كما بيك وراحتي بوسة ايديك، قلبي الصادق يبيك وانت لك قلب حنون. ما شاء الله عليك طبعا مريم، هذه الصوت الجميل والرائع اللي طبعا يعني اشعلتي المكان طبعا وبصوتك الجميل، وهذه طبعا النشيد تقدميه حال امك صح؟ طبعا الله يخلي لكم اهلكم، وان شاء الله عندكم مواهب جميله. اتمنى ان كل اصدقاء الاطفال يكونوا مثلكم، وطبعا اللي حاب انه يعني يتواجد معنا في الاستديو حلو انه يتواصل معنا عبر مواقعنا، عبر صفحاتنا في التواصل الاجتماعي، عبر الفيسبوك وتويتر والانستغرام، مثل اصدقائنا الاطفال مثل مريم وعبد السلام عندهم مواهب جميله وجو ابرزوا هذه المواهب. بثينا ايش رايك بهذه المواهب الجميله؟ ما شاء الله عليهم الصراحه، الله يحفظها، مواهب جدا حلوة صحيح. وإبداعية وخيالية جدا، ومثل ما سمعتنا زميلتنا مريم ما شاء الله عليها مثل ما قلتي أشعلت المكان ما شاء الله عليها، الصوت رنان جميل جدا جدا. وبالنسبة لعبد السلام ما شاء الله عليك الله يحفظك، أسلوب لبق جدا في إلقاء القصائد ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليه، ونتمنى أنهم يتواصلوا طبعا في الاستعداد وفي طبعا هذه الموهبة الجميلة. وزينة جالسة تكمل العلم الجميل. حبيت أذكر المشاهدين بهالشيء بعد من جد. زينة وينك يا زينة؟ وين وصلتي؟ بعدك خلصتي؟ إن شاء الله بعد الفاصل راح نعرض هذا العلم الجميل اللي رسمتيه. الحين أصدقاء الأطفال إحنا متواصلين معاكم، ولكن فاصل قصير ونعود. نحن هنا كتربويين وكمدير مدرسة لا بد لنا من غرس ثقافة ومفهوم العمل العلم، فالعلم هو من الأشياء والأمور الوطنية التي يجب غرسها في نفوس الناشئة في نفوس الطلاب. فكما قلت العلم يحمل معاني وطنية، فأنا لما أشوف علم بلدي معنى أن أنا أتمتع بالرخاء، أتمتع بالأمان، أتمتع بالسلام، أعيش في حرية، أعيش في أمان، هذا معنى أن أنا أشوف علم بلدي. منذ أن يدخل الطفل المدرسة في المرحلة التمهيدية أول ما يواجه العلم، لذلك العلم شيء مقدس في المدرسة، نعلم لدى الطفل أن هذا العلم رمز للدولة. في البداية نعلمهم كيف يبدأ برسم الأعلام علم السلطنة، وبعد ذلك نقارنها من بين باقي الأعلام حتى يميز علم بلاده، من ثم يكون لهذا العلم معنى خاص لدى الطالب وهو ينمو من مرحلة إلى أخرى.
يتم غرس هذا العلم وهذا الرمز الشامخ في بلادنا من خلال تحية العلم في طابور الصباح كل يوم، وأيضا التعريف به بألوانه وبرموزه. وأيضا هناك مسابقة تطرحها وزارة التربية والتعليم، وهي مسابقة ونحيا مع النشيد. أيضا تتم هذه المسابقة التعريف بمكونات العلم، وأيضا يتم غرس هذا الولاء والانتماء في نفوس الأطفال منذ نعومة أظافرهم. نحافظ على هذا العلم بغرس ألوان العلم، علم السلطنة بمثل اللون الأبيض يرمز للرخاء والسلام. نمي هذه الصفة لدى طلابنا ولدى أطفالنا بأن الرخاء والسلام هو رمز لهذه الدولة. وعلينا نحن كتربويين وكولياء أمور أن نولي اهتمام جدا بموضوع العلم، لأنه مرتبط ارتباط وثيق بموضوع المواطنة. فتعليم الطلاب منذ النشأ الصغير مفهوم العلم ومفهومه المرتبط بالمواطنة واجب علينا جميعا. فالعلم بألوانه المتعددة يشمل كل من هذه الألوان يمثل تاريخ الدولة، حاضرها ومستقبلها. فأنا كمعلمة أو كإدارية أو كمديرة لمدرسة وكأم أيضا يجب يقع علي دور كبير في أن أرسخ مفهوم العلم في أبنائي الطلاب وأبنائي في البيت. كيف أرسخ فيهم هذا المفهوم؟ عن طريق أني أطلب منهم الانضباط أثناء تحية العلم، وأغرس فيهم ما معنى علم، ما معنى قيمة علم، ما معنى أن يكون هناك مواطن ليس له علم، ليس له بلد، ليس له وطن. العلم معناه أنا، شخصيتي تنبع من علمي، وبالتالي عندما أحافظ على علمي وأرفع علمي وأحميه من الوقوع في الأرض أو أن يتسخ أو أن تقع في أي شائبة أي لون، معناته أنا أقول أن أنا بنت وطني، أنا كعمانية هذا علم سلطنة عمان فأحافظ عليه لأنه أنا. من خلال مثلاً الأعياد الوطنية، يعني مثلاً أثناء رحلة مثلاً شاهد الأعلام موجودة، أهمية هذا الأعلام يعني تعبر عن أنه هذا هو وطني يحتفل بهذا اليوم اللي هو اليوم الوطني اللي يعني يكون فيه مولد حضرة صاحب الجلالة، بحيث أنه يعرف أنه هذا الشخص هو شخص عظيم قام ببناء هذا الوطن مع شعبه. نفس الشيء من خلال مثلاً يعني نكون مثلاً نشر أعلام بسيطة عندهم، يعني حتى هم أساساً الأطفال الصغار يحبوا هذه الأشياء ويحبوا العلم على أساس يحس أنه هو عماني ويفتخر أنه يكون هو عمان وابن هذا الوطن. طبعاً كصفوف تهية عبارة عن أركان تعليمية، أحد الأركان الموجودة فيه هو عبارة عن ركن التعايش الأسري. من خلال هذا الركن نحاول نغرس فيه الطفل عاداتنا وتقاليدنا، حتى في على حسب الوحدة الموجودة. مثلاً في بعض الوحدات يكون الزي العماني، سواء كان أزياء تلبسها الطفل أو مثلاً كشكل دمى بالزي العماني. أيضاً لدينا الجلسة العمانية، سواء كان المجلس العماني، وأيضاً بعض العادات أو بعض الملابس اللي يرتديها في خلال المناسبات مثل الخنجر مثل الكمة وغيرها. يعني من خلال أكثر شيء من خلال هذا ركن نحاول نغرس في الطفل حب المواطنة واللي في محافظة على العادات والتقاليد. ثقافة قيمة العلم تغرس أو تبدأ عندنا من المنزل وهي مستمرة وممتدة. المدرسة تعززها عندنا طبعاً عن طريق أول شيء طابور الصباح واحترام طابور عندنا طبعاً الصباح، وأيضاً عندنا المناهج الدراسية. فيجب عندنا طبعاً إدراك عندنا العلم وقيمته في عندنا المناهج الدراسية بشكل عندنا طبعاً أكبر. صراحة زميلتي أمجاد أنا كثير حابة التنوع الموجود معانا اليوم في البرنامج، عن طريق أن احنا قاعد نعرض كل يوم فقرات جديدة، وبالذات أن الموضوع اليوم يتكلم عن العلم. شيء جميل طبعا أننا نعرف أصدقاء الأطفال عن قيمة هذا العلم، وأن العلم يعني يعبر عن وطنيتنا وانتمائنا لهذه الأرض الطيبة وانتمائنا لهذا الوطن الغالي. طبعا الحين وصلنا لفقرة كلماتنا تصنع حياتنا، فأكيد وبالطبع أن كلماتنا تصنع حياتنا. فعندما نقول عن شيء أو نقول شيء أو نعلن عن، فقد قطعنا نصف الطريق لتحقيق هذا الشيء، لأن إعلاننا عن هذا الشيء يجعلنا على استعداد نفسي لتحقيقه، كما أنه يملأ عقولنا قناعة بإمكانية تحقيقه.
نعم أحبائي، فالكلمة الطيبة والكلمات الإيجابية تصنع منا شخصية قوية نفسيا وبدنيا، وبالتالي فالكلمات السلبية دائما احنا نعرف أن الشيء السلبي يهدم من الشخص نفسيا وبدنيا. لذلك أحبائي ننتقل مع فقرة جديدة من برنامجنا اليوم، فقرة كلماتك تصنع حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا بكم جميعا في فقرة كلماتك تصنع حياتك. اليوم بإذن الله لدينا عبارة أو شعار إيجابي يصنع حياتكم ويضيء مستقبلكم ويمدكم بالطاقة والدافعية والتفاؤل، فأهلا بكم. عبارة اليوم أعزائي تقول: علمنا عنوان وطن وقصة ولاء وانتماء. فلنبقى الآن مع هذه اللقاءات التي أجريناها مع مجموعة من الطلاب. العلم شعار ورمز وطننا المعطاء، نفتخر ونعتز به بين الأمم. أنا أحيي العلم بفخر واعتزاز وانتماء. العلم رمز لكل مواطن يعيش على أرضه، وهو الشعار الذي نعتز به أمام جميع الأمم. طبعا شعوري اتجاه العلم شعور فخر واعتزاز وحب للوطن. العلم هو رمز الوطن وأصله، وهو ارتقاء للوطن ونحن نرتقي به أيضا، فكل لون يحوي علم السلطنة يمثل معنى عميقا وعريقا يضرب في جذور بلادنا الحبيبة عمان. أصدقائي، علمنا عنوان وطن وقصة ولاء وانتماء، نرفعه عاليا كل يوم ليبقى شامخا خفاقا مدى الزمان. العلم هو رمز للوطن وشعار للولاء والانتماء. العلم مصدر افتخار واعتزاز ومشعل ضياء وإبهار وسر قوة وانتصار. فلنحرص أصدقائي على الحفاظ عليه واحترامه لكي يبقى مرفوعا شامخا مدى الزمان. دمتم ودامت قلوبكم تنبض بحب الوطن. إلى اللقاء. أصدقائي الأطفال، تقريبا الحين وصلنا لختام برنامجنا، ما ننسى نذكركم بحلقة الأسبوع القادم واللي راح تكون عن نشيد السلطاني وأهميته في غرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقائد المفدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. والحين معنا طبعا صديقتنا زينة، خلصت رسم العلم وجايبت لنا أعمالها أيضا الجميلة. زينة كلمينا عن هذه الأعمال اللي عندك. أول شيء إحنا رسمنا العلم، رسمناه وبعدين لوناه بالألوان المائية. وأنا الصور الثانية رسمناه. خلينا نشوف على الكاميرا وعرضي. أيوة كذا. هذا سوينا يعني قصينا وأوراق صغيرة. أيوة. طبعاً كل اللي جبتيهم عن العلم العماني، وعندك أيضاً هنا شيء أيضاً عمل ثالث، إيش هو؟ هذا صنعناه بالإسفنج وبعدين لوناه بالألوان المائية. أيوة. إبداعات الصراحة. أيوة حلو. طبعاً شيء جميل إنك ترسمي يعني أشياء تدل على حبك لهذا الوطن. إيش أيضاً الأشياء اللي تحبي أنت ترسميها؟ أحب أرسم الطبيعة وكذا الأشياء. الطبيعة الخلابة وتوصف المناظر الجميلة أيضا في عمان، تحبي ترسمي هذه الأشياء. أيوه. طيب بثينة، أنت عندك مواهب زينة. أخرى؟ زينة، ليش أقولها بثينة أنا؟ يلا زينة، عندك مواهب أخرى؟ عندي موهبة الصناعة وتأليف قصص مصورة. تألفي بعد قصص ما شاء الله، وعندك أيضا الأعمال اليدوية قصدك صح؟ زين، يعني أنت تستفيدي من كل شيء معاكم في البيت، ممكن تالف عشان يعني تخليه ترجعي جديد ممكن نستخدمه صحيح؟ زين زين، أريدك توجهي يعني رسالة لأصدقاء الأطفال عن المواهب، إيش تقولي لهم اللي عندهم موهبة؟ يعني اللي عندهم موهبة
لازم ينموها، يعني ما يخلوها كذا، يعني لازم لازم احنا نهتم بمواهبنا. طبعا اصدقاء الاطفال الحين وصلنا لختام برنامجنا، طبعا اتمنى انكم تتواصلوا معنا عبر موضوع الحلقه القادمه، طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والانستغرام. وفي نهايه برنامجنا نقولكم ابتسموا، فالابتسامه اقل كلفه من الكهرباء ولكنها اكثر اشراقه منه. والابتسامة أحبائي جواز مرور إلى قلوب الآخرين. كل الحب والتقدير والتحية لكم أحبائي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل إن شاء الله، فمع السلامة. We'll be right back.